السلام عليكم، معكم ياسين وردي الضومين ديالي الحلاقة. تقريبا من 2012 شديت الدبلوم في 2012، دابا حاليا في 2022 كنت درت واحد الجولة في الإمارات ورجعت. كنت في منابر إعلامية شحال هذه، قدر يكون اللي تفرج فيهم يقدر يكون باقي عاقل عليا. ودابا حاليا جينا باش نسميتو باش نعرفوكم عاوتاني الجديد والمحل الجديد والصالون الجديد و... لا بالعكس، بلادك ما عمرك كتندم عليها حيت رجعتي لبلادك. بالعكس، بلادك راهي الام الثانيه من بعد امك. يعني مشينا شفنا شنو اللي كاين، جلنا درنا، شفنا داك الدومين ديالنا فين واصل في ديك البلايص، شفنا شحال من حاجه. يعني جينا جبنا داكشي شي حوايج ما كاينينش هنا، جبناهم معنا من ليه فكرات شحال من حاجه، فهمتي داكشي علاش الفرق ما بين المغرب والامارات. اخويا اول حاجه وما تضحكش عليا، اول حاجه انا هربت اخويا من ديك الحراره اللي كاينه تما، اول حاجه. ثاني حاجه الفرق اللي كاين اخويا هو هذوك الناس، اش غنقول لك، هذوك الناس عاطين قيمه سميتو بحال هكا الصنايعات، بحال هكا الدومين ديال الحلاقه، فهمتي، عاطينهم قيمه، عاطينهم واحد الاهميه، عاطينهم واحد يعني شحال من حاجه، فهمتي. وبلا ما ندوي راه داكشي باين، امارات والمغرب راه كاين فرق. جيت هنا دابا حاليا واحد صالون يلاه تحل جديد، دابا انا راني خدام فيه، هما معايا الدراري نيت، هما راه من مورا الكاميرا. صالون زوين، انت شفتي صالون كبير وزوين، وتقريبا نقدر نقول لك احسن صالون في جديده دابا حاليا، ما كاينش شي واحد بحالو. وجيت اش غنقول لك، داكشي اللي غديرو على برا راه تقدر ديرو في بلادك الا بغيتي، فهمتيني فين قلت لك. يعني حتى هنا تقريبا الحلقه بدات جايه في الجهد، وبدات حتى ولاو كيعطيو لها قيمه، ولات يعني بحال نقول لك تقريبا بحال دابا انت كتشوف محل فيه خمسه الكراسي، شحال هذه ما كانش كيتعدى صالون فيه جوج ديال الكراسي. دابا حاليا انت كتشوف محل فيه خمسه ديال الكراسي، فيه يعني بغيتي تغسل راسك، كاين برودويات، كاينين اني يعني سوند فيزاج، كاين عطا الله هادشي شحال هادي ما كانش. شاركت بزاف وعندي شواهد بزاف، 2014 2015 و2017 كنت جيت فيها انا الثاني في جديده نيت اقليم جديده. علمت بزاف ديال الدراري، واش نقول لك انا صراحه حسن، واش نقول لك اخويا، انا هادي ديال علمت دراري كتعلم، كاينين دراري كتعلمهم، ولكن الدراري اللي هما نيت باغين يتعلموا عقلهم خاوي، يعني باغي يوصلوا، باغي عزيز عليه الصنعه، باغي يوصل بها. اما شي وحدين اللي ما باغينش، اللي باغي يديرها غير يضيع فيها الوقت ولا يدير فيها هذه، ما انا اللي غنصح الدراري باش نقول لك واحد القضيه، شي الصنعه اللي كانت عزيزه عليك، الا كانت هذه الحرفه عزيزه عليك وبغيت تتعلم عليه، باغي تتعلم ليها وكانت عزيزه عليك راك غتتعلم، ما كانش عزيزه عليك راك تضيع في الوقت وغتبقى تضيع في الوقت حياتك كامله. خويا مبدل شحال من حاجه في هذه الصنعه، بيني وبينك مبدل شحال من حاجه في هذه الصنعه، ومبدل بزاف ديال سميتو ماتيريال، شحال من حاجه بالنسبه للمغرب. ولكن بالنسبه لهذا الصالون هذا اللي انا فيه دابا حاليا، ما نكذبش عليك، كاين فيه ماتيريال الاواخر، كاين الاخر، كاين تقريبا نوريك طوندوز، طوندوز هذه راه الاخره، هذه راه الوان الاخره، خمسه نجوم الوان الاخره،
يعني تقريبا هذا الصالون هذا راه فيه شحال من حاجه، فيه سميتو فيه طوندوزات، فيه شحال من حاجه اللي ما كايناش في صالونات في جديده كاملين. واش فهمتيني فين دويت لك؟ هذاك الشيء علاش. او نتمنى ان شاء الله يكون خير ومرحبا بكم في باربر شوب، راه صالوني الله تحل جديد يلا عنده شي سيمانه دابا. مرحبا بكم في الصالون. وبالنسبه لسميتو كاينين لي باك ديال بحال هكا بروتين كيراتين قوماج، كاين واحد النهار اللي كنديروا فيه برومو. ومرحبا بكم والف مرحبا، صالون راه اللي غيجي راه غادي يرتاح فيه. مرحبا بكم. الرساله الاخيره كنتمنى انهم كيف ما قلت لك في الاول يعطيو اهميه لهاد الصنعه هذه، وبالنسبه كيف ما قلت لي بالنسبه للحرفيين كامل فهمت يعني الصناعي كاملين كنتمنى انهم يعطيوهم قيمه. وفي هاد الازمه اللي احنا فيها نتمنى انه يكون خير ان شاء الله. وشكرا على شكرا لجريده اشواقع. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.